السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم قناة بروصوت فيديو دوت قناة. إن شاء الله النهاردة ده الجزء الثالث من البرسبكتيف ترانسفور. شرحنا المرة اللي فاتت المانوال، النهاردة نشرح تحديد البوينتس. تحديد البوينتس هو زي ما انتم شايفين كده، لو انا مثلا عندي الصورة دي مثلا ايه، وانا عندي الكتاب ده مثلا هنا قدام كده، فانا ايه عايز اعدله، عايز اخليه على عدلته، عايز اخليه كده يعني في دي كده. فالبرسبكتيف بتتيح لك ان انت تحدد النقط اللي حوالين الكتاب او النقط حوالين الكائن اللي انت عايزه، تبقى اربع نقط بعكس الافاين ترانسفورميشن بتبقى تلات نقط بس، لكن في البرسبكتيف بتبقى اربع نقط. فانا بتحدد الكورنرز بتاعت الكتاب هنا بطريقه سهله جدا، هي مش حوار يعني. بعد كده بنحدد النقط دي تبقى فين، يعني انا مثلا عايز النقطه مثلا دي اللي هي النقطه دي، لو انت شايفينها كده شايف الماوس، مش عارف الماوس ما بيظهرش في برنامج التصوير، اللي هي النقطه اللي هي يمين الكتاب خالص، اللي هي النقطه اللي فوق دي، انا عايزها تبقى في الصوره الناتجه تبقى الاوريجين اللي هو 0 0. فاحنا الحاجات دي هنعملها كده. طبعا الصوره تظهر هنا بشكل احسن، يعني تظهر الكلام بشكل احسن. طب ماشي، اول حاجه بنعملها هنا بنحدد النقط. طب احنا بنحدد النقط ازاي؟ بتروح كده على الصوره، طبعا انت ممكن تعملها بالامجو سي في مثلا، لو انت عايز تعمل، لو انت مثلا بتعمل برنامج مثلا بيستخدم اللي هو السي شارب اللي هو ويندوز فورمز ابلكيشن، فانت ممكن تعمل ايفنتس الماوس لتحدد او انت تحدد يدوي البرنامج بتاعك البوينتس قبل ما انت وانت بتشغل البرنامج فعلا، وبعد كده تستدعي الوربه البرسبكتيف. لو انت هنا الماوس، مش عارف انت شايف الماوس هنا ولا لا، انت هنا لو انت بتتحرك كده على الصوره فبيبان تحت كده مربع اللي هو على تحت على الشمال كده، مربع كده بيبين لك الاكس والواي اللي انت واقف عندها. يعني انا مثلا لو حددت هنا انا بيديني هنا الاكس والواي بتاعت البكسل دي، هنا برضو بيديني الاكس والواي بتاعت اللي هو طول ما انت بتتحرك حوالين الصوره بيظهر كده الاكس والواي هنا بتتغير، اللي هو اول مربع خالص على ايدك الشمال تحت كده تلاقي بنلاحظ هنا الصوره. وطول لو انت طلعت بره برضو الصوره ما بيظهرلكش اي اكس والواي، بتبقى فاضيه. لو انت بتتحرك جوه الصوره بيظهر لك الاكس والواي بتاعت الصوره. هنا بقى بنقرا ايمج، الايمج بتاعتنا عملت ايه؟ ماشي، ما عملتش حاجه. ماشي، بعد كده بنحدد الريزلت بتاعتنا. انا عايز الريزلت ده بيبقى 600 في 600، اللي هي الصوره الناتجه تبقى 600 في 600. بعد كده بنحب نعمل بوينت فلوت اري من النوع بوينت فلوت، هنا بنديها اربع قيم، اربع قيم اللي هي اربع بوينت، اللي هي الفور بوينتس اللي انت تشتغل بيها بالبرسبكتيف. بنقول هنا بوينت اف علامه الكوسين عشان نبين ان هو الري بي تي اس 1 بتساوي نيو بوينت اف مع كفتين، دي البوينتس اللي في الصوره اللي انت عايز تعملها برسبكتيف. تيجي هنا بقى نعمل هنا برضو اري ثانيه للبوينتس دي هتبقى فين في الصوره، يعني اول بوينت هنا هتبقى فين في الصوره اللي انا عايزها في 0 0، فاهم؟ بحيث انها تتشقل، يعني تتشقلب كده وتتحط على الريزلت. اول بوينت هتبقى في 0 0، تاني بوينت هتبقى في اخر كولم خالص، بحيث ان انا ابقى عامل على تبقى الصوره دي خاصه بالكتاب بس. فهنا تاني بوينت هتبقى في الايمج دوت ويدز ناقص 1 0، تبقى في اللي هو فوق على اليمين خالص. البوينت الثالثه هنا هتبقى في تحت على الشمال، اللي هو صفر والريز دوت هايت ناقص 1. والبوينت الرابعه طبعا بتبقى في تحت على اليمين، اللي هي الاكس والواي كلها. طبعا احنا بنطرح هنا سالب 1 ونطرح ناقص 1 ناقص 1 عشان نبقى نعملهم هما الاثنين منطبق، لان انا قلت لك ان لو احنا بنعد في الصوره الكولز من الزيرو لغايه الايمج دوت ويدز ناقص 1، لان هو لما بيجي يعد لو انت الخاصيه دي بترجع اللي هي كولز اتلخبطت كده ليه؟ انا اسف. لما انت بتيجي تشتغل على الايمج بتبقى من زيرو للايمج اللي هو دوت هايت ناقص 1 او دوت ويدز ناقص 1. مش عارف دماغي ضربت كده ليه، انا اسف يا جماعه. بعد كده في داله اسمها سي في دوت سي في انفوك دوت جيت برسبكتيف ترانسفورم، دي بقى اللي هترجع لي الماتريكس اللي هي 3 في 3 اللي احنا شرحناها في الدرس اللي فات خالص. هو بقى اللي هيعمل العمليات دي كلها. انا كل اللي انا بقول له ان النقط دي انا عايزها هنا، اعمل لي بقى يا شاء الله بظبط هيجيب لي الماتريكس دي.
فانا اقول له فانا بقول له هنا ايه جيت برسبكتيف ترانسفورم، بدي له هنا البي تي اس 1 والبي تي اس 2 بيرجع لي هنا ايه كان اسمه ماتريكس من نوع مات. بعد كده بدخلها في الوارب برسبكتيف هنا بقول له هنا الايمج والريزلت وبندي له الماتريكس اللي هتشتغل على اللي انت هتشتغل بيها والريزلت دوت سايز. بعد كده بعرض الايمج بعد كده بعرض الريزلت. طبعا انت بتكون من مع اختلاف الايمج بتختلف الكوردينيتس بتاعت ال انت الاوبجكت اللي انت عايزه. بس الصورة كده طلعت كده. فبس هو ده كان اخر درس في البرسبكتيف ترانسفورم. طبعا يعني انا شرحت الاساسيات بتاعت البرسبكتيف ترانسفورم. في ممكن انت تدور بقى على النت بقى ايه ماتريكس بتعمل حاجات معينة. بحر هو يعتبر من الجرافيكس، يعني هو فرع من فروع الجرافيكس. البرسبكتيف ده 3D، احنا فرع للجرافيكس برسبكتيف في البرسبكتيف في الانجو سي في. تطور انت بقى على النت هتستفاد اكتر وتاخد معلومات اكتر. فبس هو ده كان درس النهارده يا جماعه. ارجو تكون الدرس نال اعجابكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك، ولو ما عجبكش شيل. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.